السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي اوتوديسك قررت انها تعتمد على الفي ار والاكس ار في المراجعة. يعني ده مثلا اوتوديسك كونستراكشن كلاود اللي هو كان زمان اوتوديسك 360 او بيم 360. دلوقتي بقى كل واحد فيكم ممكن يدخل في ار من خلال النظارة او من غير النظارة، وتبدأ ان انت تتجول في المكان بالشكل دوت وتراجعوا كل حاجة، وتقدروا تحطوا كلاود وتقدروا تحطوا الملحوظات بتاعتكم، ويبقى دي طريقة المراجعة. يعني طريقة المراجعة تبقى باستخدام الميتافيرس، وده خلاص يعني اوتوديسك بدأت تتفق مع شركات بحيث ان الموضوع يبقى فعلا متنفذ. تقدر تدخل وتراجع المشاريع بتاعتك بالشكل دوت. طبعا في فيديوهات بتشرح القصة دي. طبعا الموضوع هيكون اسهل بكتير، انت موجود تبدأ تلبس النظارات وتلاقي نفسك جوه المبنى، وتقدر ان انت تفحص المبنى وتبعت الملحوظات للناس بالشكل دوت. فخلاص هو اصبح الفيرشوال رياليتي جزء من بيم 360.